نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأفاضل مع انطلاقة واندفاعة ثالث الأشواط في المجموع الثاني المخصص للحقائق البكار من نفس المسافة المقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة الثلاثة كيلومترات. تحدي هذا الشوط وهذه الأسماء المكتظة والأعداد الهائلة مع هذه الشعارات التي تزين أرضية ميدان الشحانية مع المقدمة ومع الصدارة. نبدأ ونباشر الإذاعة مع المركز الأول مع انطلاقة الواعية بشعار السيد صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيبة تتصدر الواعية هذا الشوط. ننتقل للمركز الثاني، تصل رعود للسيد عبد الهادي بن علي بن منيخر البريدي المري. ننتقل بحضراتكم إلى المركز الثالث وتحدي ثالث المراكز مع سيدة سعيد بن مبارك بن حمد آل جهويل المري مع سيدة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع تصل في هذه اللحظات دوما فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل مع دوما رابعا. بينما المركز الخامس انطلاقة واندفاعة هنا تحدي الغوطة لعبد العزيز بن محمد بن حمد بن عبدان المري، هي من نختم بها النداء الأول مع أول كيلومتر ينقضي من مسافة الثلاثة كيلومترات. نعود للواعية، نعود لشعار السيد صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيبة من تقله الواعية في هذا الشوط. قامت هذا الشوط راس وتطمح للمواصلة حتى خط النهاية بهذا الأداء الجميل وبهذا الشعار المميز. تمنياتنا لك بالتوفيق ولأقرانك المشاركين. ننتقل للمركز الثاني، المركز الثاني سيدة سعيد بن مبارك بن حمد آل جهويل المري مع سيدة ثانيا. بينما المركز الثالث نقلتنا وانتقالتنا لاندفاعات دوما فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل الغوطة على المركز الرابع مع السيد عبد العزيز بن محمد بن حمد بن عبدان المري. بينما المركز الخامس أول نداء لبشاير عتيق بن حمد بن عتيق آل بريد المري. عودتنا إلى الصدارة، نعود للواعية ولتحدي الواعية من تعي خطورة هذا الشوط. الشوط الثالث مع السيد صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيبة، ولكن أرى التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة مع تحدي سيدة من تتسيد هذا الموقف في هذه اللحظات سعيد بن مبارك بن حمد آل جهويل المري مع سيدة على المركز الأول. من غيرت هذا المسار لصالح شعارها الكيلومتر الأخير بن هلي الواصل مع المركز الثاني مع دوما فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل القادم ايضا خبره حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري مع اول نداء لخبره. تنتقل من المركز الثالث الى المركز الثاني، المركز الرابع بشاير فاران بن عتيق عتيق بن حمد بن عتيق آل بريد المري. بينما المركز الخامس أول نداء لانطلاقة معزة خالد بن جابر بن حمد بن جابر المنخس، ولكن نعود مع التحديات مع الرقص الثنائي الاندفاع الأخير. بدت الحركة يا سلام، بدت الحركة، بدأ الاندفاع مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات الخطيرة. سيدة سيدة وخبرة، ولكن خبرة قلبت موازين هذا الشوط رأسا على عقب لتكون هي صاحبة الموقف. حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري عليها الرقم واحد، ولكن حذاري من القادم، دير بالك من بشاير القادمة مع هذا التحدي الممتاز. عتيق بن حمد بن عتيق البريد المري يا سلام 300 متر خبرة وبشاير، بشاير وخبرة والأمتار الأخيرة التي تفصلنا عن معرفة الفائز، ولكن خبرة خلاص، خبرة سيطرت على هذا الموقف، سيطرت على المركز الأول. تهانينا وألف مبروك لمالك خبرة حمد بن جار الله بن محمد آل بريد المري، ولكن الخطورة لا زالت قائمة مع المركز الثاني مع هذه التحديات المثيرة. شعار باللحول قادم مع هذه التحدي مع مراسيل محمد بن سعيد بن عبد الله باللحول، ولكن خبرة خبرة ولكن باللحول غير في الأمتار الأخيرة. تهانينا وألف مبروك لمالك مراسيل محمد بن سعيد بن عبد الله باللحول المري، من أرسلت أيضا ناموسا صباحيا مع هذا التحدي المثير عند الأمتار الأخيرة. المركز الثاني كان من نصيب خبرة لحمد بن جار الله بن محمد البريدي المري، المركز الثالث كان مع بشاير.